المساعدات بتاعت المنظمات العالمية اللي تحكي عليها هذه إلى مشاريع مائية صناعية ورعوية وزراعية، والآن دارفور عايش في سلام وما فيهاش حرب. أنتم اللي كبرتوها علشان تدخلوا، علشان تكون لكم موطأ قدم، وعشان البترول، وضحوا بأهل دارفور. وأنا لماذا أقول يجب هذه القضايا نحقق فيها؟ لأن سبق أنكم حولتوا مشكلة الحريري الله يرحمه، حولتوها للأمم المتحدة. لماذا؟ بتضحوا بدم الحريري، بيستغلوا جثمان الحريري، بتبيعوا جثمان الحريري باش تصفوا حسابات مع سوريا. وإلا كيف لبنان دولة مستقلة، عندها نيابة وعندها قانون وعندها محاكم وعندها شرطة لكي نوصل للجنات، لكن بالطريقة هذه مش المطلوب الجنات، مطلوب تصفية حسابه مع سوريا، ونضحي بقضية الحريري ولن نصل لنتيجة في قضية الحريري. إذن قضية بوياد، خليل الوزير، كندي، لومنبا، هامرشولد، كلها تنقل للأمم المتحدة كغيرها. على أي حال، الجمعية العامة الآن تحت رئاسة ليبيا، وهذا حقها، وليبيا العمل اللي ممكن تقوم به هو مساعدة العالم في أن ينتقل من مرحلة إلى مرحلة من هذا العالم الذي يتخبط، المؤلم، المزري، المرعوب، المرهوب، المهدد، إلى عالم إنساني فيه السلام وفيه التسامح. وأنا سأتابع هذا العمل مع الجمعية العامة ومع التريكي ومع الأمين العام للأمم المتحدة، لأن نحن لا نجامل ولا نهادن في مصير البشرية وكفاح البشرية من أجل تكون عايشة في سلام، وكفاح العالم الثالث بالذات والدول الصغيرة المية لكي تعيش بجدارة تحت الشمس فوق الأرض، كفاحها مستمر حتى النهاية. السلام عليكم. أما أشكر